إن الحمد لله، نحمدُه ونستعينُه ونستغفِرُه، ونعوذُ بالله من شُرور أنفسِنا ومن سيِّئات أعمالِنا. من يهدِه الله فلا مُضِلَّ له، ومن يُضلِل فلا هاديَ له، وأشهدُ أن لا إله إلا الله وحده لا شريكَ له، وأشهدُ أن محمدًا عبدُه ورسولُه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد عباد الله، فاعلموا أن من أعظم المشاهد يوم القيامة مما تتوق له القلوب وتطير له القلوب فرحا وتحن له النفوس شوقا، من أجل ذلك المشهد أقبلت القلوب، ومن أجله تعبت الأبدان، ومن أجله ذلت الرقاب والجباه. رؤية الله سبحانه وتعالى في جنات النعيم، فرؤية الله سبحانه وتعالى هي أكمل النعيم وأفضل النعيم وأحسن النعيم وأجمل النعيم. فهذا يا عباد الله مشهد ينتظره كل مؤمن وكل مؤمنة، وقد ثبت في الكتاب والأدلة تكاثرت، وفي السنة ظهرت وتواترت عن النبي صلى الله عليه وسلم في إثبات رؤية الله سبحانه وتعالى، فمن أنكرها فهو محروم منها في ذلك اليوم العظيم. فمن أدلة القرآن قوله سبحانه وتعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. فسر النبي صلى الله عليه وسلم الزيادة برؤية الله سبحانه وتعالى، وقال سبحانه وتعالى: لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وفسر علي وأنس وغيرهم من السلف المزيد برؤية الله سبحانه وتعالى، وقال سبحانه وتعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وكل الآيات التي فيها لقاء الله سبحانه وتعالى فهي دليل على رؤيته سبحانه وتعالى، كما قال سبحانه: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وأما السنة فالأحاديث كثيرة جدا، فقد رواها نحو من 30 صحابيًا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن هذه الأحاديث قوله صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. وكان من دعائه صلى الله عليه وسلم أنه يقول: اللهم إني أسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيِّنا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. والأدلة كثيرة جدا يا عباد الله في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورؤية الله عز وجل لا تكون في الدنيا، لأن القلوب
لأن القلوب لا تستطيع ذلك، والأجساد لا تقوى عليه. ولذلك عندما سأل موسى عليه الصلاة والسلام ربه الكريم عندما سمع صوته وكلمه واشتاق لرؤيته، قال رب أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. حتى إذا هام شوقا في محبته قال الكليم إلهي أسأل النظر إليك، قال له الرحمن موعظة أن تراني ونوري يدهش البصر، فانظر إلى الطور إن يثبت مكانته إن يرى بعض أنواري فسوف ترى. فلما تجلى ذو الجلال له تصدع الطور من خوف وما صبر. فالله عز وجل حجابه النور، كما قال صلى الله عليه وسلم حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه مد بصره من خلقه. ولذلك عندما سئل النبي صلى الله عليه وسلم هل رأيت ربك يوم القيامة، هل رأيت ربك يعني في ليلة الإسراء والمعراج، فقال صلى الله عليه وسلم رأيت نورا، وفي رواية قال نور أن أراه. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم ير الله سبحانه وتعالى عيانا، ولكنه رأى نورا ورآه بقلبه سبحانه صلى الله عليه وسلم. فقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. فدل يا عباد الله أننا إذا متنا وكنا على الإيمان رأينا الله سبحانه وتعالى. فإذا دخل يا عباد الله، فإذا دخل يا عباد الله أهل الجنة الجنة، ناداهم مناد يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعدا، إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكموه. فيقول أهل الجنة ألم يبيض وجوهنا، ألم يدخلنا الجنة، ألم ينجنا من النار. فيكشف الحجاب سبحانه وتعالى، فما أعطوا نعيما، فما أعطوا نعيما أحب إليهم من النظر إليه، فيلقي عليهم السلام فلا يجدون أحسن من ردهم، فلا يجدون أحسن من ردهم. اللهم أنت السلام، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. وجوه إلى وجه الإله نواظر، لقد طالما بالدمع كان ابتلالها، تجلى لها الرب الرحيم مسلما، فيزداد من ذاك التجلي جمالها. فاللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم، اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير فتنة مضلة، في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه صلاة وسلاما إلى يوم الدين. أما بعد عباد الله، فرؤية الله سبحانه وتعالى يتفاضل فيها أهل الإيمان يوم القيامة، فعلى قدر الأعمال وعلى كمال الإيمان يكون القرب من الرحمن، ويكون عدد اللقاء به سبحانه وتعالى. عباد الله، إن من أعظم ما يعين على رؤية الله سبحانه وتعالى ويحقق هذا النعيم العظيم
المحافظة على الصلوات، وأعظمها صلاة الفجر وصلاة العصر. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر، لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. قال إسماعيل راوي الحديث: لا تغلبوا عليهن فتفوتكن. فيا عباد الله، دل هذا الحديث أن المحافظة على الصلوات وخاصة صلاتي الفجر والعصر أنها من أعظم أسباب رؤية الله سبحانه وتعالى، وأن من لم يحافظ على الصلوات ولم يؤديها كما أمر رسوله صلى الله عليه وسلم فهو محروم من رؤية الله سبحانه وتعالى. وما قرن النبي صلى الله عليه وسلم المحافظة على الصلوات مع رؤية الله سبحانه وتعالى إلا لأن الصلاة هي أعظم الأعمال التي توصل إلى هذه الرؤية، وذلك لأن الصلاة يا عباد الله هي الفارقة بين الإسلام وبين الكفر، فمن صلى فهو مؤمن فهو موعود برؤية الله، ومن لم يصلي فهو كافر وهو محروم من رؤية الله سبحانه وتعالى. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. نسأل الله السلامة والعافية. واعلموا عباد الله أن خير الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. فعليكم بالجماعة، فإن يد الله مع الجماعة، ومن شذ في النار. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم آت نفوسنا تقواها، اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، وأنت على كل شيء قدير. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنت الغني ونحن الفقراء، أنت الغني ونحن الفقراء. أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم لا تحرمنا فضلك، اللهم لا تحرمنا فضلك، اللهم لا تحرمنا فضلك بسوء ما عندنا، أنت أهل التقوى وأهل المغفرة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.